السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الطلاب في درس جديد من دروسنا لمادة الرياضيات للصف السابع، وهو الدرس الثالث من الوحدة الثانية بعنوان فهم علاقات التناسب النسب المتكافئة الجزء الثاني. سوف نتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم تحديد ما إذا كانت العلاقة بين الكميات علاقة تناسب أم لا، وكيفية استعمال التناسب لحل المسائل. وفي بداية هذا الدرس تذكر معي عزيزي الطالب أن العلاقة تكون بين كميتين علاقة تناسب إذا كانت جميع النسب المرتبطة بالكميتين متكافئة. إذن استعن بهذه المعلومة الهامة لتجيب على التدريب التالي. في أحد المطاعم يحضر الطاهي وصف الطعام تتطلب البيض والحليب كما هو موضح بالجدول المجاور. هل العلاقة بين كميتي البيض والحليب علاقة تناسب؟ وضح إجابتك. وهنا دعني أذكرك أنه يمكنك استعمال النسب المتكافئة ومعدلات الوحدة لتقارن بين النسب وتصل إلى حل هذا التدريب. إذن أوقف الفيديو وحاول الإجابة على هذا التدريب ومن ثم سنكمل معا. شكرا على محاولتكم. ولاستكمال الحل يمكننا استكمال الجدول المجاور وإيجاد جميع نسب أكواب الحليب إلى عدد البيض، فتكون النسب على النحو التالي. فنسبة أكواب الحليب 6 إلى عدد البيض 2 ستكون 6/2. أما نسبة عدد أكواب الحليب 9 إلى عدد البيض هي، أحسنتم، 9/3. أما النسبة الأخيرة فهي، ممتاز، 12/4. والآن عزيزي الطالب، كيف يمكنك أن تقرر ما إذا كانت هذه النسب نسب متكافئة أم لا؟ أحسنت، نستطيع أن نجد معدل الوحدة المكافئ لهذه النسب ومن ثم نقرر ما إذا كانت متكافئة أم لا. وكما تعلمت سابقا فمعدل الوحدة يمكن إيجاده من خلال قسمة البسط والمقام في النسبة على العدد الموجود في المقام، وهو العدد 2 في النسبة الأولى، فيكون معدل الوحدة المكافئ للنسبة 6/2 هو، نعم، 3/1. أما معدل الوحدة المكافئ للنسبة 9/3 فسيكون 3/1 كذلك، ومعدل الوحدة الأخير، نعم، 3/1 أيضا. إذن ماذا تستنتج الآن عزيزي الطالب؟ أحسنت، نستنتج أن جميع النسب متكافئة وتساوي 3/1، وهذا يعني أن العلاقة بين البيض والحليب تمثل علاقة تناسب. والآن افتح كتابك عزيزي الطالب على صفحة 95 وتتبع معي حل المثال الثاني والذي ينص على التالي. هل العلاقة بين مساحة كل من المربعات الثلاثة وأطوال أضلاعها تمثل تناسبا؟ وضح إجابتك. ولنحل هذا المثال بالشكل المطلوب سنتبع بعض الخطوات البسيطة التي ستساعدنا في ذلك. فالخطوة الأولى هي إنشاء جدولا لتنظيم البيانات المعطاة لنا بالسؤال. ولنبدأ بالمربع الأول الذي طول ضلعه يساوي 2 سنتيمتر، ولكن كيف يمكنك إيجاد مساحة هذا المربع؟ أجل، فقد تعلمت في السابق أن مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب نفسه، فمساحة هذا المربع ستكون 2 multiplied by 2 equal 4 سنتيمتر squared. ولننتقل إلى المربع الثاني الذي طول ضلعه 3 سنتيمتر لتكون مساحته، أحسنتم، 9 سنتيمتر سكويرد. والمربع الأخير فنلاحظ أن طول ضلع هذا المربع 4 سنتيمتر ومساحة هذا المربع ستكون، نعم. ولنكمل الآن مع الخطوة الثانية وهي إيجاد نسبة مساحة كل مربع إلى طول ضلعه. فنسبة مساحة المربع الأول إلى طول الضلع ستكون، نعم، 4/2. أما نسبة مساحة المربع الثاني إلى طول الضلع فستكون 9/3. لتكون نسبة مساحة المربع الأخير إلى طول ضلعه تساوي 16/4. والآن عزيزي الطالب، ماذا ستفعل لتقرر ما إذا كانت هذه النسب التي حصلنا عليها تمثل نسبا متكافئة أم لا؟ أحسنت، وهذا يقودنا لاتباع الخطوة الثالثة وهي المقارنة بين النسب من خلال إيجاد معدلات الوحدة، أي أننا سنستعمل معدل الوحدة لنتحقق ما إذا كانت النسب متكافئة أم لا.
فنلاحظ هنا أن معدل الوحدة المكافئ للنسبة 4 over 2 مساوي ل 2 over 1، ومعدل الوحدة المكافئ للنسبة 9 over 3 مساوي ل 3 over 1. أما معدل الوحدة المكافئ للنسبة 16 over 4 فيساوي ممتاز 4 over 1. وهنا ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ فبعد إيجاد معدل الوحدة لجميع النسب، هل تلاحظ أن النسب متكافئة أم لا؟ أحسنت، بعد إيجاد معدل الوحدة لجميع النسب نلاحظ أن جميع النسب ليست متكافئة، وبما أن النسب ليست متكافئة فهذا يعني أن العلاقة بين المساحة وطول الضلع ليست علاقة تناسب. حسنا، والآن دعوني أستغل هذه الفرصة لأطرح عليكم التساؤل التالي: هل من الضروري إيجاد نسبة كل أزواج القيم XY؟ وضح إجابتك. بمعنى آخر، أننا في هذا المثال وجدنا معدل الوحدة الأول مساوي لـ 2 over 1 ومعدل الوحدة الثاني مساوي لـ 3 over 1. إذن فهل من الضروري أن نكمل ونجد باقي معدلات الوحدة، أم نستطيع أن نقف عند هذا الحد ونقرر وجود علاقة التناسب من عدمها؟ حسنا، فالإجابة هنا مقسمة إلى قسمين. ستكون الإجابة نعم إذا كانت العلاقة علاقة تناسب، فإذا كانت العلاقة علاقة تناسب فلا بد من التحقق وإيجاد جميع النسب المتكافئة. ولكن عند وجود نسبتين غير متكافئتين كما لاحظنا في هذا المثال فلا داعي للتحقق من بقية النسب. وها قد حان دورك عزيزي الطالب لتحل سؤال حاول أن تحل صفحة 95. يعرض الجدول المجاور معلومات عن المضلع السداسي المنتظم. هل العلاقة بين محيط كل مضلع سداسي وطول ضلعه علاقة تناسب؟ وضح إجابتك. أوقف الفيديو وأجب على هذا السؤال في كتابك المدرسي ومن ثم سنكمل معا. شكرا لكم على محاولتكم الممتازة. أرى أن كثيرا منكم قد أنهى الحل بسرعة، ولكن دعونا نتحقق سويا من صحة حلولكم. وللوصول إلى الحل المطلوب لابد أنكم قد وجدتم جميع نسب المحيط إلى طول الضلع فحصلتم على النسب التالية. فنسبة المحيط 12 إلى طول الضلع 2 ستكون 12 over 2، أما نسبة المحيط 18 إلى طول الضلع 3 ستكون 18 over 3. إذن فهل هاتين النسبتين تمثلان نسبتين متكافئتين؟ فنلاحظ هنا أن معدل الوحدة لكلا النسبتين مساوي لـ 6 over 1، وهذا يعني أن جميع النسب متكافئة وتساوي 6 over 1. إذن فنستنتج من ذلك أن العلاقة بين محيط كل مضلع سداسي منتظم وطول ضلعه تمثل علاقة تناسب. ولنكمل الآن مع المثال الثالث صفحة 95 في كتابكم المدرسي. التناسب هو معادلة تمثل نسبا متكافئة. استعمل الجدول المجاور لإيجاد عدد المرات التي يخفق فيها الطائرة التمير الأرجواني بجناحيه خلال 60 seconds. لاحظ عزيزي الطالب من خلال الجدول المجاور والذي يوضح عدد خفقات جناحي الطائرة التمير أن الطائر يحتاج إلى 2 seconds ليخفق 160 مرة بجناحيه، ويحتاج الطائر إلى 7 seconds ليخفق بجناحيه 560 مرة، وأخيرا ليخفق الطائر بجناحيه 800 مرة يحتاج إلى 10 seconds. ولنبدأ بخطوات الحل سأطرح عليكم السؤال التالي: ما عدد خفقات الجناحين في الثانية الواحدة؟ أحسنتم، بما أن الطائر يخفق 160 مرة بجناحيه خلال 2 seconds، إذن فإنه يخفق 80 مرة خلال الثانية الواحدة. والمطلوب في هذا المثال هو إيجاد عدد خفقات الطائر بجناحيه خلال 60 seconds، وهو ما قمنا بتمثيله بالحرف Y. وهنا عزيزي الطالب أول خطوات الحل ستكون التحقق من أن الكميات متناسبة، أي أنه لابد التحقق من أن العلاقة بين الكميتين تمثل علاقة تناسب أم لا. لا تقلق، دعني أساعدك في ذلك. استعمل الجدول المجاور لإيجاد جميع نسب عدد خفقات الجناحين Y إلى عدد الثواني لتكون النسب كما يلي: فالنسبة الأولى التي تمثل عدد خفقات الجناحين إلى عدد الثواني هي 160 over 2، أما النسبة الثانية فستكون 560 over 7 لتكون النسبة الأخيرة ممتاز 800 over 10.
وعند إيجاد معدل الوحدة لهذه النسب سنستنتج أن هذه النسب متكافئة وتساوي 80/1. إذن فإن الكميات متناسبة. نستطيع الآن الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي كتابة تناسبا وحله لإيجاد قيمة المجهول Y. ولكن كيف يمكنك الاستفادة من النسب المتكافئة السابقة التي حصلنا عليها في الخطوة الأولى لإيجاد قيمة Y؟ إذا أمعنت النظر عزيزي الطالب ستلاحظ أن أول جملة ذكرت في هذا المثال هي أن التناسب عبارة عن معادلة تمثل نسبا متكافئة، وهذا يعني أننا نستطيع كتابة تناسبا من خلال كتابة نسبا متكافئة تمكننا من إيجاد قيمة Y. وأول هذه النسب ستكون نسبة عدد خفقات الطائر بجناحيه Y إلى عدد الثواني وهو 60، لتكون على الشكل التالي Y/60. وبما أن الكميات متناسبة كما رأينا في الخطوة الأولى وجميع النسب متكافئة وتساوي 80/1، إذن فإن النسبة المكافئة للنسبة Y/60 ستكون 80/1 لنحصل على هذا التناسب. والآن هل تستطيع عزيزي الطالب أن تحل هذا التناسب لتحصل على قيمة Y؟ حسناً، لنستطيع حل هذا التناسب لابد من ضرب النسبتين المتكافئتين بالعدد 60، وهو العدد الموجود في مقام النسبة Y/60 لنحصل على ما يلي. فعند ضرب النسبة Y/60 بالعدد 60 نحصل على Y، وعند ضرب النسبة 80/1 بالعدد 60 سنحصل على 80/60، وذلك يساوي 4800. وهذا يعني أن الطائر التمير الأرجواني يخفق 4800 مرة خلال 60 ثانية. والآن عزيزي الطالب عزز فهمك للمثال السابق من خلال حلك لسؤال حاول أن تحل في نفس الصفحة. تحتاج دانا إلى 1/1/2 كوب من السكر لإعداد 24 كعكة من كعكاتها المفضلة. ما كمية السكر التي تحتاجها دانا لصنع 36 من هذه الكعكات؟ أوقف الفيديو وحاول الإجابة على هذا السؤال في كتابك المدرسي. بارك الله فيكم وأشكركم على هذه المحاولة الجيدة. قبل البدء بخطوات الحل لأطرح عليكم هذا السؤال: ما الكسر العشري المكافئ للعدد الكسري 1/1/2؟ ممتاز، 1.5 هو الكسر العشري المكافئ لهذا العدد الكسري. إذن مستعينا بذلك كيف يمكنك كتابة تناسبا لحل هذه المسألة؟ بكل بساطة لنتبع الخطوات التالية. فالخطوة الأولى هي كتابة نسبة تربط بين عدد أكواب السكر التي تحتاجها دانا وعدد الكعكات التي يمكنها إعدادها، لتكون هذه النسبة هي 1.5/24، أي أن دانا تحتاج إلى كوب ونصف من السكر لإعداد 24 كعكة من كعكاتها المفضلة. أما الخطوة الثانية فهي كتابة نسبة مكافئة لتحصل على تناسبا يمكنك من حل هذه المسألة، لتكون هذه النسبة المكافئة هي عدد أكواب السكر التي تحتاجها دانا لصنع 36 كعكة من كعكاتها المفضلة. فعدد أكواب السكر التي تحتاجها دانا لصنع 36 من كعكاتها المفضلة هو العدد المجهول الذي نبحث عنه، ولنمثله بالحرف Y. والآن حصلنا على هذا التناسب، وهذا ما يدعونا إلى الانتقال إلى الخطوة الثالثة، وهي حل هذا التناسب لنحصل على قيمة Y. ولكن كيف يمكنك ذلك؟ نعم، يمكننا حل هذا التناسب من خلال ضرب هاتين النسبتين بالعدد 36. فعند ضرب هاتين النسبتين بالعدد 36 نحصل على Y تساوي 1.5/24 × 36، فيساوي ذلك 54/24. وعند تبسيط هذه النسبة نحصل على النسبة 9/4، والتي تساوي الكسر العشري 2.25، فيساوي هذا الكسر العشري العدد الكسري 2/1/4. وهذا يدل على أن دانا تحتاج إلى 2/1/4 كوبا من السكر لإعداد 36 كعكة من كعكاتها المفضلة. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.